واحد الخبر نشروا احد المواقع الالكترونيه كيقول باللي وزير الشغل والادماج محمد امكراز برع 30 مدير وموظف في الديوان ديالو بالتريمات بالملايين واهان مفتشي الشغل. الوزير امكراز دار توضيح في الحساب الرسمي ديالو قال فيه باللي التعويضات اللي تصرفت خاصه باعوان تفتيش الشغل وجوج مدراء مركزيين فقط، اما اعضاء الديوان ديالو غير معنيين وما تصرف ليهم حتى شي تعويض. واحد البلاغ كيروج مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لوزاره الداخليه كيقول باللي الوزاره غادي تغلق نهار 27 في هذا الشهر جميع مداخل المدن بسبب عيد الاضحى، وخاص المواطنين يمشيوا لاقرب مقاطعه باش يسحبوا رخص السفر. هذا الخبر ماشي صحيح. الخبر الموثوق ان الوزاره دارت بلاغ كتمنع فيه التنقل انطلاقا من او في اتجاه مدن طنجه، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش ابتداء من يوم الاحد 26 يوليوز عند منتصف الليل. والسبب راجع الارتفاع الكبير خلال الايام الاخيره في عدد الاصابات بفيروس كورونا في هذه المدن.